نبارك لهذه الاتفاقية ما بين مؤسستين محترفتين، ونأكد طبعا على محترفتين لأن الجزائر وقطاع الإعلام، ما نقولش قطاع الاتصال، قطاع الإعلام بصفة عامة محتاج إلى قيم إيجابية طبعا، لأن الجزائري محتاج إلى معلومة موثوقة ومعلومة سليمة خصوصا في الوقت هذا الحرج. هذه الفرصة المتمثلة في توقيع اتفاقية بين جامعة تكوين متواصل ووكالة الأنباء الجزائرية تدخل في الحقيقة ضمن الاستراتيجية العامة التي تطبقها وزارة التعليم العالي منذ سنوات، وهي أن تساهم الجامعات الجزائرية بمختلف أنواعها في التنمية بصفة عامة